ناس الجمهور المصري الحقيقه جمهور ذكي جدا وجمهور واعي جدا. تصفيات كاس العالم 2020 او 2022 طبعا، التصفيات كانت امبارح 10 مجموعات. عايز اقول لحضراتكم او افكركم بالمجموعات العشرة. المجموعه الاولى كانت الجزائر وبوركينا والنيجر وجيبوتي، المجموعه الثانيه تونس زامبيا موريتانيا غينيا الاستوائيه، المجموعه الثالثه نيجيريا كاب فيردي افريقيا الوسطى ليبيريا، المجموعه الرابعه الكاميرون كوت ديفوار موزمبيق ملاوي، المجموعه الخامسه مالي اوغندا كينيا رواندا، المجموعه السادسه مصر الجابون ليبيا انغولا، المجموعه السابعه غانا جنوب افريقيا زيمبابوي اثيوبيا، المجموعه الثامنه السنغال الكونغو ناميبيا توجو، المجموعه التاسعه المغرب غينيا بيساو السودان، العشرة جنوب افريقيا بنين مدغشقر تنزانيا. مش عارف، انا بشوف ان مجموعه مصر هي مجموعه متوازنه، يعني ولا هي قويه قوي ولا هي ضعيفه جدا. ده او يعني بيرجع لمستوى منتخبنا الوطني. لو مستوى منتخبنا الوطني ظهر بالشكل اللي ظهر بيه خلال الفتره الاخيره دي، يبقى معلش نقدر نقول المجموعه دي صعبه. خلوني اقول لحضراتكم ان المجموعه دي صعبه على المستوى اللي احنا شفناه خلال الفتره السابقه، ولكن لو رجع منتخبنا الوطني لمستواه الطبيعي المجموعه دي هتبقى بالنسبه له مجموعه عاديه، لا هي صعبه ولا هي سهله. ف الجمهور المصري جمهور واعي، عارف الكلام ده كويس جدا، عارف ان هي في ناس تقول لك ايه المجموعه سهله، لا المجموعه مش سهله بالمستوى بتاع منتخبنا الوطني، لا المجموعه مش سهله. اللي احنا شفناه في اخر ماتشين ثلاثه، وبندي العذر الحقيقه للمدير الفني كابتن حسام والمجموعه اللي موجوده معاه لانه كانوا لسه ماسكين. طيب خلاص دلوقتي الامور اصبح هناك قدر كبير، عندك وقت تقدر تجمع فيه فريقك، عندك وقت تقدر تختار فيه فريقك، لفيت في كل الملاعب المصريه او بتلف، الجهاز الفني بيلف في كل الملاعب المصريه عشان يختار افضل وافضل العناصر اللي موجوده. في سفريه تم الاعلان عنها لانجلترا علشان يتابع الكابتن حسام المحترفين اللي متواجدين هناك. هو ده اللي احنا بنشوفه. فعندك ان شاء الله الوقت خلال الفتره اللي جايه ان انت تضع اسلوبك، تضع لمستك، تضع خبرتك. كابتن حسام طبعا يضع خبرته ويضع لمسته خلال الفتره القادمه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. ان شاء الله كل ثقه الحقيقه في ان منتخبنا محتاج يبذل مجهود كبير جدا الفتره اللي جايه عشان يصل مجموعه اللعيبه اللي موجوده فيه تصل للمستوى اللي احنا دايما عارفينه عنهم، للمستوى اللي احنا دايما عارفينه عنهم. لو وصلوا للمستوى اللي احنا عارفينه عنهم اعتقد المجموعه لن تكون مجموعه صعبه زي ما الناس متصوره. البعض بيقول لي المجموعه صعبه، قلت لهم على حسب منتخبنا، لو ظهر بالشكل اللي فات ده هتبقى صعبه، اي ماتش هيبقى صعب في افريقيا. وبيني وبينكم برضو يعني ما هو لو الواحد قاعد يفكر، ما هو الحذر دائما مطلوب. الفرق الصغيره، في فرق صغيره تاريخا يعني عملت مفاجآت كبيره جدا ومفاجآت كثيره جدا خلال الفترات اللي فاتت. شفتوا مدغشقر عملت ايه في كاس الامم الافريقيه الاخيره، موريتانيا عملت ايه في كاس الامم الافريقيه الاخيره، وبالتالي ممكن جدا نشوف مفاجآت. النيجر قبل كده طلعتنا من تصفيات كاس العالم او من تصفيات كاس الامم، انا اسف. واذا قلنا امثله هنقول امثله كتيره جدا، ولكن دايما انا بقول لحضراتكم الحذر واجب حتى في مثل هذه المجموعات. لو بصينا على المنتخب في الماتشين ثلاثه اللي فاتوا هيبقى عندنا مشكله، ولكن كلنا ثقه الحقيقه في اداره منتخبنا، الجهاز الفني اللي متواجد والجهاز الاداري، اعتقد ان هم كلهم نجوم كبار، وكلهم سواء كابتن بركات، كابتن حسام، كابتن سيد، كابتن طارق مصطفى، المجموعه اللي موجوده كلها الحقيقه كلها اسماء كبيره جدا ولعبت فترات طويله جدا لمنتخبنا الوطني وعندهم خبره كبيره في هذا الموضوع. طيب خلينا نروح